اكتر حاجه بستمتع بيها في ريال مدريد هي ثقه اللعيبه في زيدان وحبهم في زيدان والاوفرات الكبيره بيطلع فيها زين الدين زيدان بشخصيته المعتاده انه مدير فني قوي جدا تكتيكيا، مدير فني بيعرف يقرا الفرقه اللي قدامه، بيعرف يلعب على نقط ضعفها، بيعرف امتى يقسم المباراه، امتى يطلع يهاجم وامتى يرجع يدافع ويلعب على المرتدات، امتى الفريق محتاج يستحوذ على الكوره جوه الملعب، وامتى يعرف يقسم ال 90 دقيقه قبل الجيم ما يبدا. ودي مباريات زين الدين زيدان بيكون حاسس بيها بالخطر وبيكون حاسس بيها ان هو لو خسرها او تعثر فيها بيواجه مشاكل كبيره جدا ما بينه وبين الاداره وبينه وبين الجمهور، ودي ماتشات زيدان بيعرف يديرها كويس. يعني تقدر تقول كده ان زيدان المدربين اللي بيحبوا العمل تحت ضغط، العمل تحت ضغط بيقدر يطلع من زين الدين زيدان وجه اخر، وجه بيقدر يركز في كل تفصيله بيعملها جوه المباراه، وجه بيخلي يعرف يلم اللعيبه حواليه، واللعيبه بتحب زيدان جدا، وده بيبان في المواقف اللي اللعيبه بيبقى مطلوب منها تساند زيدان جوه الملعب بمجهودها وتركيزها. مباراه زي النهارده غايب منك فاران للاصابه بكورونا، وغايب منك سيرجيو راموس، وغايب منك داني كارفخال، ثلاثي قوي جدا في خط الدفاع، موجود النهارده ميليتاو وموجود كمان جنبه مينتي وموجود ناتشو. ميليتاو وناتشو اول مره حرفيا يلعبوا مع بعض من اول الموسم، والناحيه الثانيه موجود لوكاس فاسكيز ناحيه اليمين، طبعا ثلاثي نص الملعب كازيميرو ولوكا مودريتش وكمان توني كروس، الثلاثي اللي بيقدر يتحكم لك في اي جيم. مباراه بتكون قويه جدا ونديه، بتلاقي ان دايما الغلبه فيها بتروح لثلاثي ريال مدريد، وتبص كده على الفرق المنافسه للريال بتحس ان لعيبه خط النص اقزام بالنسبه لكازيميرو وبالنسبه لتوني كروس وكمان بالنسبه للوكا مودريتش. الكلام ده بيبقى موجود على مدار 45 دقيقه 60 دقيقه بالكتير، لان اللعيبه دي معروف ان لوكا مودريتش ومعروف ان توني كروس مش لعيبه صغيره في السن ومش لعيبه عندهم مخزون بدني قوي جدا، بيقدموا اداء عالي في 45 60 دقيقه بيقدر ان انت يتيح لك تخلص في المباراه، وده فعلا اللي حصل لما لعيب زي توني كروس كان في مدى جودته النهارده، قدر ان هو يعمل لك الفارق في باصتين على ميتين جدا، والباصتين دول كان نقطه قوتهم حاجه واحده بس، فينيسيوس جونيور اللي بيلعب ناحيه الشمال. فينيسيوس جونيور اللاعب اللي تقدر تقول كده ان كل حاجه وعكسها كانت موجوده النهارده. نقطه ضعف ليفربول جوه الملعب معروفه، ترينت. كل مره بنتكلم على ليفربول وعلى مدى سوء وكبح خط دفاع ليفربول السنه دي بنقول لك ان ترينت ارنولد واحد من اكبر المشاكل القبيحه جدا في خط دفاع ليفربول. العب وراه وانت هتلاقي فيه كنوز، وكمان المساكن اللي جنبه نوعا ما سيء، اللي هو ناسن فيليبس ولسه الراجل بيحاول ان هو يحط نفس تشكيل ليفربول الاساسي علشان لسه صفقه جديده، جنبه وزان كباك، جنبه كمان اندي روبرتسون، ثلاثي نص الملعب فابينيو ونبي كايتا اللي كانت مشاركته النهارده مليون علامه استفهام، لان انت بتلعب بفابينيو فينالدوم، بتلعب كمان جنبهم بتياجو عشان خاطر ده الثلاثي بتاعك، ومعروف طبعا صلاح وفيرمينيو وماني. النهارده شلت فيرمينيو وحطيت جوتا كويس فيها فكره، خصوصا كمان ان جوتا كان بيروح على الطرف كتير علشان خاطر ساديو ماني كان ينزل يستلم في العمق ويبقى ساديو ماني اقرب لمهاجم وبيقدروا ان هم يغيروها مع بعض، جوتا بيخش في العمق شويه ساديو ماني بيطلع على الخط وهكذا. والناحيه الثانيه صلاح وترينت، الموضوع ثابت بالنسبه لصلاح، صلاح بيحب يلعب لجوه كتير، صلاح بيحب ان هو ياخد على الخط وبيحب ان هو كمان ممكن بيستلم في العمق علشان خاطر يعمل باصات ويعمل كروسات للي موجودين في ال 18. تقدر تقول كده ان صلاح بيعمل كل حاجه من ناحيه اليمين لناحيه الشمال، اللحظات اللي صلاح ما بيكونش معاه الكوره فيها وبيلاقي ان عليه مراقبه ناحيه اليمين اللي هو بيلعب فيها من الباك الشمال اللي قدامه. النهارده كان موجود ميندي وكمان كان موجود جونيور، فينيسيوس جونيور في الحاله الدفاعيه كان بيقدر بسرعاته ان هو يغطي بطء توني كروز في الحاله الدفاعيه، فكنت بتلاقي ان في مشكله كبيره جدا صلاح بيعاني منها، وهو ان هو واقف قدام لعيبه عندها سرعات زيه ميندي وقدامه فينيسيوس جونيور، وكمان جونيور بيقدر يستغل التقدمات بتاعته علشان خاطر زي ما قلت لك الحته اللي فيها مشاكل ليفربول هي حته ترند، وده فعلا اللي حصل في لقطه الهدف الاول. لو اتفرجت على لقطه الهدف الاول فيلبسها طبعا ترينت ويلبسها فيليبس، لان الكره كروس طويل من توني كروس بيلعبه لفينيسيوس جونيور في وسط الاثنين مساكين، اللعبه اللي تقدر تقول عليها كده لعبه قديمه جدا، والطويله دي بتكون عندها فعاليه اللي هي انت بتلعبها في وسط الاثنين قلوب الدفاع، بس المشكله كلها لما تلاقي ان فينيسيوس جونيور سهل على نفسه بالاستلام اللي هي 50% من الهدف، وجونيور بيروح قدام المرمى ما يتكعبلش او بيروح قدام المرمى ما يطلعش بره او يشوط في وش اليسون، لا ده بيروح وبيركن كمان علشان خاطر ايه ده؟ هو ده حنكش بتاعنا بجد ولا ايه؟ تلاقي ان 1-0 المباراه بدات تكون سهله لريال مدريد، ريال مدريد في الحاله الدفاعيه زي ما قلت لك بيعرف ان هو السرعات بتاعته بتغطي على تقدمات محمد صلاح، والناحيه الثانيه ساديو ماني وجوتا بيحاولوا ان هم يغيروا مع بعض، وكنت بتلاقي ان في مشكله وهي
ان زي ما اتكلمنا لما بيكون لعيبه ريال مدريد في نص الملعب فايقين كازيميرو وتوني كروز ولوكا مودريتش اللي قدامهم بيبانوا ان هم اجسام. وده اللي حصل فعلا الشوط الاول. كنا قاعدين نبص فابينيو سيء جدا، فينالدوم سيء جدا، الناحيه الثانيه نبي كايتا سيء جدا، فكنت بتلاقي ان لعيبه ليفربول بتوع نص الملعب بيستخبوا ورا لعيبه ريال مدريد. فلعيبه ليفربول في الحاله الهجوميه مفيش كوره واصله لصلاح، مفيش كوره واصله لشوطه، مفيش اي حاجه واصله لساديو ماني. وده اللي كان بيخلي ساديو ماني ينزل نص الملعب اكتر علشان خاطر يحاول يستلم. ساديو ماني في احيان كان بينزل فيها يبقى قدام فابينيو علشان خاطر يحاول يستلم من فابينيو، ودي كانت مشكله كبيره جدا بتبين لك قد ايه ساديو ماني كان معزول في قوه خط نص ريال مدريد ومحاوله سيطرتهم على الملعب. وكمان في الحاله الدفاعيه كانوا بيبقوا واقفين صح جدا بالطريقه بال 4 3 3 بتحاول 4 1 4 1 وزدان بيعرف يقفل فيها الملعب صح جدا. وكنت بتلاقي ان لعيبه ريال مدريد كمان عندهم خطوره هجوميه في الكرات المرتده. الكرات المرتده اللي تقعد لو قعدت تفكر كده هتلاقي ان لقطه الهدف الثاني فيها مشكله كبيره جدا، وهي ترند بنفسه المره دي قرر ان هو يرجعها بدماغه لألسون، طلعت قصيره نوعا ما، تيجي ماركو اسانسيو اللي بيقدر ان هو يجيب الهدف الثاني ويريح لعيبه ريال مدريد عشان خاطر تخش الثاني. مطلوب من يورجن كلوب ان هو يعمل تغييرات. الراجل الشوط الاول لقى ان هو حته نبي كايتا دي مش ظابطه، راح مطلع نبي كايتا وراح منزل تياجو علشان خاطر يدي رساله لعيبه ليفربول ان يا جماعه انا غلطت في التشكيل اللي انا حطيته النهارده. ونبدا الشوط الثاني ولقى ان لعيبه ليفربول اتغيرت الوجه بتاعها كليا عشان خاطر يحاولوا ان هم يرجعوا في النتيجه علشان هدف بيقربك، علشان خاطر 2-1 احسن من 2-0 بكتير جدا. وبيقدر فعلا محمد صلاح يستغل واحده من الفرص الشحيحه جدا اللي جت لليفربول على طريق جوتا اللي بيقدر ياخد الكره وبيعدي من ميليتاو وبيعدي من كازيميرو وبيشوط بتخبط بتيجي صلاح اللي بيكون مغطي لوكاس فاسكيز علشان خاطر صلاح يبوظ الليله المثاليه للعيبه ليفربول لعيبه ريال مدريد اسف وزين الدين زيدان ويجيب الهدف الاول. الهدف الاول اللي بيخلي لعيبه ريال مدريد يجبروا على ان هم يرجعوا تاني يدوروا على الهدف الثالث. مع رجوع للهدف الثالث قعدنا نشوف ان الخط نص ريال مدريد زي ما اتكلمنا 45 دقيقه 60 دقيقه وبعد كده ما بيقدروش ان هم يكملوا بنفس الجاهزيه او نفس المجهود اللي كانوا عاملينه في البدايه، ونلاقي ان لعيبه ريال مدريد مطالب ان هم يعملوا مجهود اكتر. وممكن كان يلبسوا الهدف الثاني عادي، بس بيقدر ميليتاو يلحق الكره قبل ما تروح لماني علشان خاطر يجيب الهدف الثاني. وتلاقي ان يا جماعه ممكن ان ليفربول يتعادل علشان خاطر الكره بعدها الضربه الركنيه اللي كان واخدها ليفربول تترد بمرتده خطيره جدا، مرتده بيدلع فيها اسانسيو في الباص القليل قوي بتاعه او الباص الضعيف جدا اللي بيقدر ترند يعمل تغطيه ولا اروع، بيقدر ان هو يغطيها ويطلع بالكره اوت. يجي ترند عامل ايه بقى؟ هو واقف هو وفينيسيوس جونيور واقفين جنب بعض والكره بتتلعب اوت، خدها كريم بنزيما، تتقطع من كريم بنزيما، ياخدها كازيميرو وكازيميرو يجي مبصيها على الطرف تيجي رايحه يبصوها تاني لفينيسيوس جونيور، ونفس الوضع ترند واقف مكانه فينيسيوس بياخد بيجيب جون برده ترند واقف مكانه بيبص. ده كان لسه معايا علشان خاطر الموسم السيء اللي ترند بيقدمه يفضل زي ما هو. بعد 3-1 ليفربول رجع تاني محاولة ان احنا نرجع نجيب الهدف التاني علشان خاطر 3-1 بقت سيئة، 2-0 في انفيلد نلعب وقت اضافي، ده احنا محتاجين نجيب الهدف التاني دلوقتي. الوقت اللي زدان بيقرر فيه ان احنا محتاجين ندافع شوية علشان خاطر خط النص بتاعي وقع بدنيا، فانا محتاج اعززه بفريدريكو فالفيردي ينزل واحاول ان انا اطلع ماركو اسانسيو اللي بدا ان هو ما يديش واجباته الدفاعية كويس، فلا نطلع ماركو اسانسيو وننزل فالفيردي يقفل هنا على الطرف، والناحية التانية فينيسيوس جونيور بيقفل على الطرف، ولاعيبة نص الملعب بيقدروا ان هم بوقفتهم وخبراتهم يعرفوا يضيقوا مساحة الباص على لعيبة ليفربول. وتلاقي ان الجيم ماشي بالطريقة اللي زيدان بيخطط بيها. زيدان عمل كل حاجة في دماغه، السيناريو اللي عمله قبل المباراة حرفيا كل حاجة مشيت زي ما هو عايز. والناحية التانية يورجن كلوب كان شايف ان انا محتاج ان انا ابدا اعمل تغييرات، ابدا اجيب شاكيري برضه مع الدكة وابدا ان انا اغير وابدا كمان ان انا انزل روبرتسون وفيرمينيو روبرتو فيرمينيو واطلع كمان جوتا وتقعد تدور وليفربول ممكن ان هو يرجع في النتيجة. لا طب ريال مدريد يقدر ان هو يجيب الرابع؟ برضه لا كان في مشكلة علشان خاطر لما اسانسيو طلع كان معناه ان انت مضطر ان انت تهاجم من ناحية الشمال بس، ولما تهاجم من ناحية الشمال بس كان واضح ان فينيسيوس جونيور بدأ يتعب، ولما فينيسيوس تعب راح مقرر ان هو يدفع برودريجو، بس انت لما نزلت رودريجو الحالة الهجومية بتاعتك بقت معدومة وبقت مضطر ان انت تلعب على المرتدات اللي انت اساسا لعيبتك خلاص ما بقوش قادرين يفتكوا لك اي كرة لعيبة نص الملعب، لقينا بدأنا نشوف ان خلاص مودريتش حرفيا مش قادر، توني كروس حرفيا مش قادر، كازيميرو حرفيا مش قادر، فالاعتماد كله بقى على فريدريكو فالفيردي من على الطرف، والناحيه الثانيه رودريجو، وطبعا كريم بنزيما بيحاول ان هو يسند لهم اي حاجه علشان هم اللي يجروا.
دي طريقه كانت تقول لك ان ريال مدريد واضح ان هو اكتفى بالثلاثيه، وثلاثيه ممتازه جدا وحاجه حلوه. جت كوره كان ممكن يجيبوا فيها الهدف الرابع، كانوا 3-2، بس رودريجو بيوصيها غلط علشان خاطر الجيم يخلص على 3-1. 3-1 جيده لريال مدريد، 3-1 بتوضح قد ايه ريال مدريد النهارده كان في الجيم وكان مميز جدا برغم الغيابات اللي عنده في الاثنين مساكين. ريال مدريد بيفوز بجداره واستحقاق. ولو اي حد طلع اتكلم معاك على لقطه الكوره بتاعت ماني اللي هي كان ممكن ياخد فيها فاول قبل الهدف الثاني، هذه كرة القدم يا صديقي. والنهارده جمهور ليفربول بيشتكي من التحكيم، جمهور ليفربول جمهور ليفربول بيشتكي من التحكيم. تخيل، شفت احنا وصلنا لمرحلة فين؟ بس ألف ألف مبروك يا عزيزي. أنا عارف إن الفيديو طول، بس لو الفيديو عجبك ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش فهارد لك على الخسارة النهاردة قدام ريال مدريد. وكمان إيه، حنكش أبو الحناكش هو اللي جاب الجونين. يا سبحان الله يا أخي، أرزاق والله، أرزاق بياسين الخلاق. بس برضه نرجع نقول محمد صلاح بوظ الليله المثاليه دي علشان خاطر احنا عارفين يعني ان صلاح سجل في الريال بقى. المهم يا معلم اعمل لايك لو ما نسيتش، واعمل سبسكرايب لو عايز.